فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة كان عندها خادمة تعمل على كفالتها، وقد عملت لديها فترة من الزمن، وكانت تأخذ رواتبها كل شهر، ثم إنها عملت 10 أيام وهربت ولم تجد ثم إنها عملت 10 أيام وهربت ولم تجدها. السؤال: ماذا تعمل الكفيلة بأجرة العاملة الخاصة ب10 أيام؟ هل تتصدق بها عنها أم أنها ليست لها لأنها هربت قبل إتمام العمل؟ الذي اشتغلت ولو يوم واحد حق لها أجرتها، ولكن تنتظر لعلها تأتي، لعلها تطلب حقها، لا تستعجل. وإن خافت من النسيان تكتب إن عندها للخديمة فلانة من جنسية كذا لها أجرة 10 أيام 20 يوم، تكتبها. نعم.